هل للجن سيطرة على تصرفات الإنسان؟ لا تستطيع الجن فعل شيء بالإنسان إلا إذا شاء الله. لقد قال يعقوب عليه السلام: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبعا